اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق الشباب لكره السله تحت 18 سنه، واللي حصدوا السنه دي 3 بطولات، بدايه ببطوله المرتبط، مرورا بمنطقه القاهره، وصولا الى بطوله الجمهوريه اللي فزنا بيها منذ ايام قليله. الحقيقه جيلها كابتن اسلام، يمكن حضرتك قلت كلمه حلوه جدا، قلت طول ما انت عايش اتعلم، بالذات في الباسكت بول. انا عرفت طبعا يعني من مصادري ان انت دخلت سجلت نفسك على الاتحاد الامريكي لكره السله، وبدات تاخد كورسات ودايما بتطور نفسك في المجال ده. احكي لنا على التجربه دي يا كابتن. والله انا يعني كنت دايما بحاول اشوف الناس اللي هم اصل الباسكت بيعلموا الباسكت ازاي او بيفكروا في الباسكت ازاي. ففي مره من المرات كده قلت ما اجرب حظي اشوف لو في كورسز هم بيدوها اصلا على الموقع بتاعهم اللي هو يو اس اي باسكت بول. فدخلت ولقيت ان انا ممكن اقدر اريجستر، فقلت اجرب نفسك. فلقيت ان قبلوني ان انا بعمل ان انا من اوتسايد يو اس اي، وطلبوا فيز فدفعتها. لكن في البدايه انا مش عارف انا داخل على ايه، يعني مش عارف هل انا رايح في السكه الصح ولا غلط، وما فيش حد يعني ارجع له استفهم منه. فقلت اتوكل على الله واجرب، يعني مش هخسر حاجه. فابتدى الموضوع ان انا يعني مليت ابلكيشن وعملوا حاجه زي اسمها سكريننج، ما اعرفش دوروا فين، وبعد كده بعتوا لي ان انا ابروفد. فدخلت بتدفع فيز، بعد كده بيفتحوا لك شويه كورسز كده لازم تخلصها الاول علشان يفتحوا لك الريسورسز بقى، زي انتروداكشن مقدمه لازم تاخدها. بس هي ملهاش علاقه بالباسكت، يعني هي كانت شويه تقيله شويه ان انت بتاخد كورس في حاجه مش ولا هتفيدني هنا ولا هتنفعني وملهاش علاقه بالباسكت. اللي هو الريجوليشن بتاعه انك ازاي بتتلعب البطولات بتاعه المدارس والجامعات في عندهم. مين اللعيب اللي يحق له يلعب ومين اللعيب اللي ما يحقوش يلعب، وامتى اخر ميعاد تسجيل، حاجات ريجوليشن. القوانين واللوائح بتاعتهم عشان بعد كده تفهم هم بيتكلموا ايه. صح. طب ده مظبوط. خلصت بعد كده الجزئيه ديت، دخلوني في حته تانية بتاعه اللي هو الاخلاقيات بتاعه المدرب، ودي بصراحه كانت مفيده جدا رغم ان هي كانت مليانه كلام تقيل وبتتكلم من اطار ثقافتهم هم مش ثقافتنا احنا، ولكن بعض النقط المشتركة أفادتني كتير في موضوعات بيتكلموا عن التنمر، بيتكلموا عن السخرية، الاستهزاء، وانعكاس الحاجات دي على نفسية اللاعب. واكتشفت ان انا كان ممكن اكون بعمل حاجات بتضايق اللعيبة وانا ومن غير ما اقصد ولا اول ما عرفت الحاجات دي بصراحة اعتذرت للولاد ان انا لو كنت عملت حاجة من الحاجات دي. بعد كده بتخش على حاجات ليدرشيب شويه برضو ما لهاش علاقه بالباسكت. خلصت الكورسات دي كلها، ابتدوا بقى فتحوا لي التكنيكال بقى. هم عندهم حاجه اسمها كوتشنج اكاديمي بيعملوها كل سنه، ففتحوا لي اللينكات للفيديوهات بتاعه الكوتشنج اكاديمي دي. وبصراحه يعني لسه مبتدي فيها. الكلام ده كان قبل السيمي فاينل، يعني الكلام ده كان قبل السيمي فاينل. يعني انت حتى في عز المنافسات ده ما بينسكش ان انت تقرا. وخلي بالك، ابص، اصل النجاح ما بيجيش من فراغ يا كابتن، لكل مجتهد نصيب. يعني واضح ان انت بتجتهد، واضح ان انت يعني انا بطلع منك الـ يعني الحاجات اللي انت مش بتقولها عشان نبقى عارفين انه او يعني مش هتطلع لاذا حد سالك، فعشان نبقى عارفين ان كل مجتهد نصيب. انت ربنا كرمك ب 12 بطوله في كام سنه اشتغلتهم في قطاع الناشئين؟ اتصور 5 سنين او 4 سنين، مش اكتر من كده. ممكن ستة. ممكن ستة. يعني بنتكلم في ست سنين 12 بطوله، يعني افريج 12 2 بطولتين في السيزون، عدد كبير من البطولات، والناس كتير على السوشيال ميديا قايلين انت الحمد لله انجح، يعني من انجح المدربين في قطاع الناشئين في الاهلي، لم يكن انجحهم على الاطلاق. يعني دايما من الاحترام للجميع طبعا، اكيد يعني هي منافسه والكومبيتيشن في الاخر لصلاح المكان، ولكن انت بتطور نفسك. طيب خلينا يا كابتن ارجع للفريق، فرقتك يعني اكيد تعبوا معاك، اللي بيميز الجيل ده ايه؟ ايه الجيل ده اللي انت مرنته السنه دي بيميزه عن الاجيال اللي انت مرنتها السنه اللي فاتت ايه؟ بص هقول لحضرتك، هم السنه اللي فاتت نصهم كان معايا او ده الغالبيه العظمى كانت معايا، فمن السنه اللي فاتت عرفوا اهميه التمرين واهميه التمرين بجديه، وموضوع ان انت زي ما قلت لحضرتك في لما اتكلمنا قبل كده على موضوع الستاندرد، ان انت لازم يبقى ليك ستاندرد في ادائك ما تنزلش عنه مهما كان المنافس مين، لازم انت تفضل في المستوى اللي يخليك المره اللي بعدها تعلى.
ما تقلش عن كده. فهم حبوا التمرين وشافوا ان التمرين بالشكل المعين ده بيوصلهم لحاجه ابعد من ما هم كانوا فاكرين. مع ان يعني ابتدى الكلام ده بقى يتحقق في بطولات كمان.